من اول يوم حمل واحنا تابعين مع الوحده الصحيه بيطمنوني على صحه مراتي والجنين اول باول، ولما فرحت ولدت اخدتها عشان اطعمها. دي مش بس مبادره عشان صحه المولود، لا، اللي بيهتموا جدا بصحه الام بعد الولاده. وزارة الصحة بتقدم مبادرات كتير، وفرنا خلالهم أكتر من 142 مليون خدمة صحية لأكتر من 92 مليون مواطن، منها مبادرة صحة الأم والجنين. وعشان نقدم خدمات أكتر بدأنا حملة 100 يوم صحة، مصريين كتير استفادوا منها، والدور عليك أنت كمان، انزل اكشف واطمن. وزارة الصحة معاك من أول يوم. تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.